برشا برشا محبه ليكم اعزائي المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم الناس الكل في استوديو الويكاند المواصلين معكم حتى الخمسه متاع العشيه اليوم في هذا اللقاء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نحكيو توا سينما، نحكيو على مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي اللي مش يبدا نهار 6 فيفري في دار الثقافه ابن خلدون ويتواصل حتى نهار 10 فيفري. مؤسس ومدير هذا المهرجان كمال عويج، مرحبا بك. هيك يعني تحيي ليك وتحيي كل المستمعين اللي يتابعوا تاني وشكرا على هذه الاستضافة. العفو يا سيدي، نذكر حتى بدينا من أول ما بدأ المهرجان وقت جيت بحضينا وحكيت عليه. اسم الله عليك كمال. كبر المهرجان الحمد لله. كبر المهرجان توا في دورته التاسعة. المهرجان تأسس في 2016. سنين المهرجان في دورته التاسعة في السيقام في الثقافة ابن خلدون المغاربية. هذا مهرجان بإشراف وسرشون الثقافية والمندوبية الجهوية الثقافية بتونس بشراكة مع الثقافة ابن خلدون وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين بتونس. وإن شاء الله المهرجان هذا سيقام في الثقافة ابن خلدون المغاربية من 6 إلى 10 فيفري 2024. الوقت هذا ياسر على خاطر هو يتسامن مع العطلة المدرسية، مع العطلة المدرسية، وحتى مش العطلة المدرسية اللي يحب السينما يمشي لها هكا ولا ليه. صديقتنا الصحفية مبروكة خضر، شنو أحوالك؟ يعيشك، ميرسي بوكو. مبروكة خضير، أذاني خضير خضير خضير، سامحني ربي يفضلك. لا مش مشكل، الحمد لله. خضر أنا مش خاطر شادي خضير. لا والله شادي خضير مش خضر. أي خضير إفكتيفمون، ديما يخلطوا بيناتنا. صديقتي عزيزة شادي خضير، تحية ليها. والله الحمد لله. مرحبا بيك بحضينا في الاستوديو، في استوديو الويكاند. يعيشك، شكرا على الاستضافه. الناس تقول لك صحفيه عالميه، شو مش هزها للسينما؟ يظهر لي الصحافه هزتك للسينما. الصحافه هزتني للسينما، والباك جراوند نتاعي ايضا في مجال التصوير بالكاميرا والمونتاج، لاني صحفيه مصوره على باز، هو اللي هزني لعالم السينما. وكنت قد اخرجت وانتجت مجموعه من الافلام الوثائقيه، سيما منها الافلام اللي تعنى بالبيئه والتنميه المستدامه. ومن 2016 انطلقت في التجارب هذه في الحقيقة. واستهويتك وكملت فيها؟ استهويتني وكملت فيها، وأيضا نميت الرصيد متاعي على مستوى المعارف والاطلاع على المواضيع هذه. وطبعا كي يتخلط الجانب التقني فيك مع الجانب الصحفي اللي أنت كل نهار في الميدان وكل نهار تشوف اللي قاعد يصير حولك، وكذلك جانب الإنتاج، لأنه أنا بالفعل يعني على باز منتجة وصاحبة مؤسسة إنتاجية، وأشتغل مع الكثير من القنوات الأجنبية، واشتغلت حتى كمصور، يعني حتى غطيت الحرب في ليبيا، الثورة في تونس. في بداية المشوار متاعي كنت ديما بالكاميرا على كتفي وندور من بلاصة لبلاصة، وانت في الميدان ونوثق في الميدان. وبالتالي أعتقد أن الرصيد هذاك هو اللي أسس اللي احنا موجودين اليوم. نعم، فيه اللي هو السينيكليما. السينيكليما هو معناها محور من المحاور اللي تشتغلوا عليه، وهذا جديد المهرجان. قبل ما نرجع معك للسينيكليما، نحكي وبصفة عام على خصوصيات الدورة هذية. قديش فما من فيلم، شنو مش يصير؟ لجنة التحكيم، كمال عويش اسمع عليك. المهرجان السنة اختينا في باب دار الشحات، معك باب دار الشحات، وصلونا أكثر من 2870 فيلم المترشحات من بينهم على منصة، على المنصة، على المنصة. منصة موجودين معناها الواحد، معناها مش كيما واحد يبعث بالإيميل معناها حاجة معينة. نجم واحد يقول لك عندي 70,000 فيلم معناها، أما ذيك موجودين على المنصة بليش. اختينا تم اختيار 59 فيلم من بينهم 24 فيلم روائي قصير، 9 افلام وثائقيه قصيره، 9 افلام طلبه، و16 افلام التحريك بين تونسي واجنبي. تونس عندنا 25 دوله مشاركه. تونس منها شكون؟ تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، فرنسا، فلسطين، ايطاليا، الجزائر، مصر، بلغاريا، روسيا، عديد من الدول. عديد الدول. في لجنة التحكيم، بالنسبة لجنة التحكيم باش يكون معنا الممثل القدير مهذب العميري، نرسل له تحية، باش يكون رئيس لجنة التحكيم في هذه الدورة. ومعنا المخرج والأستاذ الجامعي بيتي عمالكي، والمخرجة والأستاذ الجامعي مرفت متين كمون. وأثناء في هذه الدورة اخترنا أنه إبراهيم الطيف باش يكون رئيس شرفي في هذه الدورة، المهرجان بانوراما فيلم قصير الدهدي.
وجديد في هذه الدورة عنا ورشات في المهرجان على ثلاثة ورشات فيهم ورشة سينيكليما 2024 تو نخلي بعد شوية بعد قحبة طبعا مبروك خضير هي اللي تحكي عليها عنا في ورشات الأخرين ورشات عنا ماستر كلاس المكياج الأفلام الرعب باش تكون موجودة دكتورة إيمان صامت في هذاك باش يقام في الثقافة ابن خلطون وعندنا ورشة ماستر كلاس لفي سيكل ورشة ولا ماستر كلاس ماستر كلاس ماستر كلاس ماستر كلاس درس يعني لفي سيكل تو فيلم حياة قرن الأفلام نعم بشكون موجودة دكتورة فاتن ريتين هذا مدرسوس ماستر كلاس سيقام إن شاء الله في تاع ثقافة ابن خلطون وبإضافة في تاع ثقافة باش نعطيو أفلام ملوهية أفلام تحريك أفلام التلفزيون مصباح وإلا كلها العشيات كلها العشيات بين فما نهار ثلاثة هو باش يكون الافتتاح نبدأ مع مرة ثلاثة طلع شيء باش يكون موجود عديد من الضيوف من تونس من تونس من خارج حتى باش يكونوا موجودين سيدة عندنا الأربعة عندنا عروض مع مرة ثلاثة طلع شيء وخمسة طلع شيء نهار الخميس عنا مع ثلاثة العشية ونحن شامع كبير مع ثلاثة العشية يعني بما ثلاثة والخمسة أما بالنسبة نهار السبت عنا وقت أفلام تحريك يعني ما سيوم بشكون الساعة العاشرة صباحا وأفلام طلبة بشكون الساعة الثالثة مساء الساعة الثالثة بعد الزوال إن شاء الله بشتكون هذا يكون في إطار هذا المهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي اللي بش يكون في دار الثقافة ابن خلدون هذا المهرجان شكرا لي كمال عويج مبروك خضير الجانب نحكينا على الورشة متاعك وخاصة أنه طوى حديث العالم من سنوات يمكن احنا فقنا به في السنوات الأخيرة ولكن الطبيعة والتغيرات المناخية لازم المفروض يكون هوس مش حتى في بركة انشغال به لحد الآن مازلنا ما مهتميناش بالقدر الكافي من هذا بهذا الموضوع يظهر لي في تونس وحتى في العالم العربي يعني نعم هو في الحقيقة بدأ الاهتمام بموضوع بدأ الاهتمام والصحوة منذ سنوات قليلة تويكة بالنظر إلى أن ولينا نلمس بشكل يومي تأثير التغيرات المناخية على الإيكوسيستم تاعنا على أرضنا على فلاحتنا على معيشنا اليومي على ثرواتنا على المال اللي في الدار على الإلكتريسيتي على قصان الضوء بالماء دونك بدينا نفهم شنو هو اللي وراء هذايا اللي هو الاحتباس الحراري اللي جاء علي خلف فيتو التغيرات المناخية وإحنا في الحقيقة مؤسسات ميديا اجتماعية تشتغل على التغيرات المناخية وتشتغل على الجانب البيئي ومؤشرات التنمية المستدامة ونحاول ديما أنه إحنا نوعيه إعلاميا بهذا الباب مهم جدا بالفعل مهم جدا لأنه اليوم محتاجين بالعكس إحنا مشينا الأكثر من نكيكة أماني مشينا نحكيه على التربية على البيئة مشينا للأطفال ولينا نعرضه في أفلام ذات أبعاد بيئية على الأطفال ولينا نعمله برشا ما يسمى كوسموس كيدز عندنا احنا نشرات اخباريه يقدمها اطفال صغار في المدارس وبالتالي مشينا الاكثر من هكيكه لانه الاطفال هما جوهر التنميه المستدامه وهما جيل غدوه وبالتالي حبينا نمشيو انه احنا نغيروا حتى من الباز خلينا نقولوا ولكن ايضا من اساليب التغيير هو الفن والسينما وكلما اشتغلنا على مجموعه من الافلام الوثائقيه اللي تعنى بالبيئه وفي كل مره كان يكون فما بروجيكسيون تاع فيلم كان يكون النقاش جميل جدا بعد لي بروجيكسيون هذوما تحسوا فما وعي ما عند الناس والشبيبه انه يحبوا يناقشوا في هذا واهتمام كبير وفما رغبه زاده في الفهم لانه اليوم البيئه راهي مساله حياتيه البيئه راهي بقاء يعني اذا كان ما عندناش ارض اخرى نعيشوا عليها احنا شعارنا نقول على هذه الارض ما يستحق الحياه وبالتالي لو كان جعلنا كوكب اخر نجم نعيشوا فيه رانا قلنا مثال اش خلي معنا ما عندناش كيفاش نمشيو باش على حاجه اليوم واجبنا انه احنا حقيقه نفكر في الأرض
الأخذ هذه كل واحد من موقعه. على خاطر تهم الناس الكل ونعيشوا فيها الناس الكل. نعيشوا فيها الناس الكل ما عندناش بلاصة أخرى نعيشوا فيها. واجبنا تجاهها يعني أمانة من عند ربي. صحيح. والحكاية زيادة راهو تبدأ مكان الكيغت هذيك اللي طايشوا في الشارع هذيك. هذا هو أن فيت أماني. طريقة الوعي. البيئة ماهيش تلوث هكاهو. البيئة أعمق بكثير. احنا توا قاعدين نعيشوا في فضاء بيئي. أنا توا نتمنى إنه هذم الميكرو اللي نخدموا بيهم والكاميرات اللي تصور فينا والاستوديو هذايا يكون بالإنرجي رونوفلابل. شخص كان نوصلوا لهكاكا لأنه اليوم احنا بلد الشمس والريح والمطر. هذيك علاش قلت لك بدينا مخر نخموا في الحكاية لخاطر معناها هذه الحكاية هذايا راهي المفروض راهي عندها سنوات. راهي موجودة. الانتقال الطاقي وكل هذا. استراتيجية الدول وإمكانيات زادة. بالفعل سنين ربي أما الحكاية تبدأ بالوعي سعرة. الإرادة زادة والوعي والوعي احنا متاعنا انا وانت وكمال واي واحد موجود حولنا تويكا ولدي وولدك وعائلتي وعائلتك واي شخص فينا المعلم الطبيب يلزم يفكر كيفاش هو يساهم في الحفاظ على البيئه. ومن هون جات سيني كليما 2024 تو نحكيو عليها. خلينا تو بعد شويه يرفع لحضراتكم اعزائنا المستمعين اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها. تقبل الله صلاه الجميع. مواصلين معاكم نحكيو على مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دار ثقافة ابن خلدون في الدورة التاسعة هذه من 6 حتى 10 فيفري. مرحبا مرة أخرى كمال عويج ومرحبا مبروكة خضير معانا. نحكيه على سيني كليما وصلنا بنا نحكيه على البيئة على هذه الورشة. ورشة ولا ماستر كلاس؟ كان التفكير في البداية أنها تكون ورشة. توسعت الفكرة وأصبحت مبادرة كاملة في إقحام السينما البيئية في إطار فعاليات الدورة التاسعة لبانوراما الدولي للفيلم القصير. في البداية كان النقاش مع كمال إنه كيفاش نجمو نعملوا ورشة في إنتاج الفيلم الوثائقي على مستوى بيئي. بعدين توسعت الجلسة وشملت أيضا أكاديمية الفنون قرطاج وبدأ التفكير علاش ليه ما نعملوش برنامج كامل في إطار مرافقة مجموعة من الشباب في كافة مناطق الجمهورية في إنتاج وإخراج أفلام وثائقية وكذلك أفلام روائية وإلا سبوت دو سنسيبيليزاسيون وإلا أفلام تحريكية في إطار البيئة. وكان الاتفاق انه تتحل الكونديداتور للشباب في كافه مناطق الجمهوريه يجيوا الافكار والسينوبسيس وكذلك حتى السيناريوهات. بعد ذلك يتم اختيار 15 مشروع منها يدخلوا في اتولي لمده 3 ايام. وهذا صار في الحقيقه. عملنا ورشه لمده 3 ايام كان فيها طبعا كل الشركاء في هذه المبادره منهم كوسموس ميديا وكذلك اكاديميه الفنون قرطاج منظمه الامم المتحده للاسكان وكذلك دياغونال ارت ديزاين وبانوراما انترناشونال شورت فيلم. فتطورت الفكره واللي عملنا لاتولي عملنا لاكومبانيومون تاع لي جون. جانا 28 جاونا 28 من كل جمهوريه فيلم من كافه مناطق الجمهوريه. اخترنا منهم 15 وبعد التدريب والتاطير والتطوير نتاع الافكار اخترنا منهم 10 اللي هما توا قاعدين يعملوا في الانجاز نتاعهم ديورون سيت سيمين. يعني هل هي فكره واحده ولا اكثر من فكره؟ جاو برشا افكار. جاو 28 فكره 28 مشروع. مشروع 28 مشروع هذوما توا صفينا منهم 10 هما اللي قاعدين يعملوا لهم في الانجاز نتاعهم. من برشا شكون يعملوا لهم؟ الشباب اللي جاوا اللي هما بيدهم مع مؤطرين صار لهم عمليه تأطير من قبل فريق من كوسموس ميديا وكذلك أكاديمية الفنون قرطاج من الأساتذة اللي يخدموا في وسط الأكاديمية. والأساتذة هذوما يشرفوا أيضا هما بيدهم على يعني ديكور متاع سينما سواء في الإخراج في الإنتاج في المونتاج في كل ما هو صوت أو كذلك اللايتنج. فتجمعت كل هذه الطاقات وتم مرافقة الشباب هذوما في الديكوباج تكنيك متاعهم وتطوير الديكوباج تكنيك متاع الأفلام متاعهم. وبعد خذوا لاكومبانيومون تكنيك من الأكاديمية وفرت لهم كل المعدات وكذلك الطلبة اللي نجموا يشاركوا هما أيضا. وهذه زادة أتو كبير برشا لأنه الأكاديمية حلت المجال أنه الطلبة متاعها يشاركوا في أعمال سينمائية ذات أبعاد بيئية. ثم بعد ذلك هذوما الكل مشي يمروا قاعدين بصدد الإنجاز. آخر ديلي هو لوسيت اللي سبعة. هو نهار 7 يحضروا الافلام يلزم يحضروا الافلام بعدين فما دي مومبر دو جوري باش يختاروا زوز افلام اللي هما باش يحضروا بالجائزه الايكولوجيه 2024 من نفس الواحد والا لجنه تحكيم اخرى. مش تحكيم اخرى مش من نفس التحكيم تاع المهرجان بانوراما يختاروا من 10 زوز يتعدي بالضبط. فما لجنه تحكيم نتاع البانوراما وفما لجنه تحكيم سينيكلي. وعلاش بما انهم هما العشرة هذوكم وتم انجازهم يتشافوا بكلهم يتعديوا لهم حصه مشاهده قدام الجمهور الكل ومن بعد ممكن يفوزوا 2
أو يفوز واحد يفوزوا اثنين في الحقيقة. أماني هي منظمة الأمم المتحدة للإسكان والأكاديمية الفنون قرطاج تكفلوا بالجائزة الأولى والجائزة الثانية. يعني باش يكون فما جوائز عينية على الأقل الناس تشوف العشرة أفلام اللي تخدم في العرض نتاع الحفل الاختتام باش يكون الجائزة الأولى هي اللي باش تعرض كفيلم الاختتام. ثم بعد ذلك عندنا موعد آخر بروجيكسيون ديبا اوتور دو سيت انيشياتيف. أصلا احنا محتاجين المبادرة هذه بالفعل هي أول مبادرة المفروض أنه حطينا نهار 14 فيفري إن شاء الله. معناها بعد المهرجان باش يكون فما بروجيكسيون ديبا مفتوحه للناس الكل ينجموا يجيو يتفرجوا في الافلام هذوما. انا حبينا لو كان كان في وسط المهرجان هي علاش ما باسم المهرجان وفي وسط المهرجان يتعدوا الافلام يشوفوا خاطر هما تعملت مبادره في اطار هذا المهرجان في محله انا معاه 100% انه نهار 7 يكملوا على الاقل في الاختتام يشوفوهم الكل وزوز يترشحوا او زوز هذوكم اللي ياخذوا واحد منهم ياخذ الجائزه. ما نكذبش اذا ما نعرفوش على كمال اسكو فما لا بوسيبيليتي ولا لا. مي فكره صحيح فكرتك في محلها. احنا الهدف انه يكونوا قدام الجمهور ولكن فكرنا لهم في انهم يكونوا قدام الجمهور لاحقا لانه اليوم البرنامج نتاع الفستيفال سي تم صياغته والاتفاق بشانه والكل مش حاجه لازم تصير حاجات ورشة بعض التغييرات معني ما هيش مشكله. الانيشياتيف كانت ورشه بسيطه تطورت الى فكره كبيره وهذا المهم وخاصه تطور الى وعي اكبر. هذا هو المهم هذا هو الهدف يا اماني. الهدف انه احنا ندفع نحو التفكير في البيئه السينمائيه. علاش؟ لأنه السينما عندها تأثير قوي. أنت لما تتفرج في فيلم تروح وأنت مبهورة وأنت تفكر وأنت تحاول تسترجع الأحداث متاعه والمشاهد متاعه وتحاول يفتح مجال التفكير عندك حتى يطرح عليك حتى تساؤلات وجودية أصلاً. طبعاً بطبيعة فما الحال. بالك بفيلم يحكي على البيئة وعلى الطبيعة. اليوم أنا جيتك من تورناج من بلاتو دو تورناج متاع فيلم من الأفلام اللي قاعدة تتصور أمس زاد كيف كيف في حي التضامن. فما فيلم آخر لمخرج من حي التضامن قاعد يتصور أو لامس كيف كيف في زغوان. وبالتالي اليوم فما برشا أفكار على مستوى البيئة. فما العدالة البيئية فما الطبيعة وأهمية الطبيعة فما التربية على البيئة وكيفاش صغيراتنا اليوم نجموا ندخلوا لهم البيئة. فما الحق في جودة الحياة في الأحياء الشعبية وهذا يا فيلم مثلا نمت حي التضامن يحكي على بنية صغيرة مثلا ديما تفيق الصباح تلقى روحها قدام البناءات العشوائية والكل ما فماش دي سباس ولا دي زون فيرت في وسط الواحد ما عندهاش كيفاش تتنفس. تمشي للقراية تقرأ في المانيويل سكولير متاحة الطبيعة الغناء والعصافير تزقزق والكل وهي تعيش فكالبيئة هذه اللي ما فيهاش خضار فتطرح عليها أسئلة وجودية تحرج بها الوالدة متاحة. دونك يولي هوني يولي هكا الادابتاسيون تاع الرساله البيئيه في وسط الفيلم مبثوثه وهذاك الهدف منه. نعم. انه احنا نطرحه. نعم. على الافكار هل انه هناك نقاشات بعد الافلام شكرا لك مبروكه في النقاشات بعد الافلام حكايات كمال ولا لا؟ نعم ان شاء الله بعد العروض الافلام باش نعمل نقاشات مع 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 المخرجين وهم ان شاء الله باش يكونوا فما مخرجين من خارج تونس باش يكونوا موجودين باش يناقشوا الافلام تاعهم هما في قدام الجمهور. هذا هو مع الى جانب المخرجين من تونس. واحد نعم الافتتاح والاختتام هالافلام خاصه والا كما قلت في الاختتام باش يكون عرض الفيلم البيئه. سمعني مبروك أماني باش نقول فما سوس أفلام خارج إطار المسابقة عندنا فيلم تأشيرة في زهر المخرج إبراهيم الضعيف وعندنا فيلم في الافتتاح هذا في الافتتاح وعندنا فيلم وثيقي بعنوان بحارة للمخرج محمد أمين بربيل. سوس أفلام يتعرضوا في الافتتاح معنا شين بانوراما الفيلم القصير الدولي وإن شاء الله في الاختتام بعض العروض الأفلام الطلبة شعلوا على الفائزين وبحضور سيدة مبروكة وجميع أعضاء لجنة التحكيم باش يكونوا موجودين. الجائزة شنو؟ بالنسبة للجائزة للمهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي عندنا أفضل فيلم روائي قصير أفضل فيلم تحريك أفضل فيلم الطلبة أفضل فيلم وثيقي قصير. اخترنا انه اختاروا انه الاعضاء لجنه التحكيم باش اختاروا ثلاثة اصناف معناتها المرتبه الاولى شكون المرتبه الاولى والثانيه والثالثه من كل صنف. فيها جائزه ماليه ولا جائزه رمزيه شنو؟ ان شاء الله جائزه ماليه ان شاء الله في المستقبل لكن باش تكون جائزه رمزيه باش تكون تروفي للفايزين. تذكره قد ايه دخول مثلا
دخول مجانا للناس اللي تجي غادي. نعم دخول مجانا، طاوله مفتوحه الكبار الصغار، مرحبا بهم في مهرجان بانوراما في القصيرة تولي في الدورة التاسعة من 6 إلى 10 فيفري في تاس ثقافة ابن خلدون. نحب نشكر وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية الثقافية بولاية تونس وكل كل المساهمين معك في تاس ثقافة ابن خلدون وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين والشركاء معنا. والشركاء اللي معكم من 6 حتى 10 فيفري في دار الثقافة ابن خلدون، مشيو كبار وصغار تفرجوا في هذه الأفلام. تنرجع لك يا مبروكة مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في دورته التاسعة، تفضل لله. في الحقيقة أنا نحب نشكر كمال لأنه فتح المجال أنه السينما البيئية تخرج وتدخل عفوا في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير، ونتمنى أنه المبادرة هذه تولي مبادرة سنوية تدخل كسيكسيون في وسط الفستيفال. علاش لا؟ لأنه اليوم فما توجه كبير حتى عند المخرجين والمنجين أيضا وصناع السينما لإقحام الأفلام البيئية، وأنا كنت في أكثر من مناسبة عضو في لجان تحكيم في مهرجانات ذات أبعاد بيئية، مهرجانات سينمائية، وأعتقد أنه اليوم محتاجين إلى مثل هذه المحامل خلينا نقوله اللي تنجم تخلينا نوصلوا الرسالة البيئية بطريقة سلسة وبطريقة فنية مؤثرة. وأنا متأكدة أنه حتى إذا كانت التجربة هذه والمبادرة هذه كانت مبادرة أولى بتطوع كل العناصر اللي موجودين فيها، نشكر كل الشركاء اللي كانوا موجودين معنا حقيقة، لأنه بالحق يعني خدمنا لساعات وأيام طويلة دون أي يعني مقابل. دعم مادي ودون أي مقابل من أجل التأسيس. وأنا في الحقيقة هذا هو ديما خلينا نقول التمشي متاعي، أني أنا على الأقل نزرع الساعة الوعي، بعد تالي الإمكانيات المادية تتخلق بناء على التجربة وبناء على مراكمة التجربة ونجاح التجربة أيضا. لأنه احنا تجربتنا توا هذه مبادرة أولى تحتاج إلى التقييم، بعدين نقعد ونقيموها، وعليش لا كل حاجة تحتاج لتقييم من أسوأ لقاعدة صحيحة وجات ارتجالية في الفترة. نعم. الآخر فترة، وهذاك علاش ربما أنت سألت تويك على برمجة الأفلام هذه للفرجة والكل، لأنه جينا بشكل متأخر بعد ما تعمل المهرجان والكل، ربما في الدورة القادمة النجم من توا نبدأ ونفكروا في سيني كليما 2025 بطريقة أخرى وبأسلوب آخر وبشركة أيضا يتعطاو الفرصة ربما حتى العالم العربي ولا المنطقة المغاربية، لأنه لما حلينا الكونديداتور تواصلوا معنا برشا مخرجين من برشا بلدان عربية، هل هي مفتوحة للعالم العربي ولا لا؟ إن شاء الله تكون مفتوحة للعالم العربي ودقيقة باركة للعالم العربي وللعالم زيدا. بالفعل أنا نحب نقول لشاهين ولدي شاهين ولدي داخل في البيئة شاهين ولدي أي داخل في البيئة شاهين هو سفير من سفراء كوسموس كيدز، لأنه عندنا في منصة كوسموس سيكسيون للأطفال أي ما نحكي عليها، فهو السفير في الحقيقة. إيش بيه تحكي لك على خاطر شاهين ونحب نقول له ربي يخليك ليا. هاي هدية من الإذاعة الوطنية ذيك، علاش استغليت الفرصة باش نقول له إن شاء الله ربي يحفظك يا ربي يكون من ذرية صالحة ويا ربي يكون مستقبل ومستقبل وليداتنا الكل مستقبل باهي وحياة أفضل للعيش وطبيعة أحسن من هكا وجودة حياة أفضل من هكا، وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويقدر إن شاء الله ويقدر كل الأولياء على صغيراتهم. ونحب نشكر أكاديمية الفنون قرطاج، نشكر من أول وجديد، شكرا لك مبروك أخبير، بارك الله فيك، شكرا بالتوفيق للسيني كليما بالتوفيق لبانوراما الفيلم القصير الدولي. شكرا لك كمال عويش، إن شاء الله بالتوفيق في العمل متاعك وإن شاء الله يزيد يكبر المهرجان ويكبر أكثر وأكثر وتقدم الأفضل من خلال البرمجة اللي تحضر لها مدة سنة تقريبا هكا ولا ليه؟ مدة سنة من باب ثلاث شحات ابتناها من سيف. نعم يعطيك الصحة. هو قوة إصرار عنده غير طبيعية، هو والله بالحق كمان يعني نعرفه من اللي هو صغير أول مرة حكي على الفكرة كان بحذية وقتها في الاستوديو حكينا على المهرجان اللي يحلم بحاجة يخدم عليها وطو يوصل لها. شكرا لك كمال عويل، شكرا لك مبروك خذير بانوراما المهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي من 6 حتى 10 فيفري في دار الثقافة المغاربية ابن خلدون. متعرفوا هيش نهج ابن خلدون في تونس، تمشيوا على ساقيكم شوية صحيح تلقاو اللي بيعوا الكاسكروتيت وتلقاو من هنا وتلقاو المونديال وين عندها برشا ما خدمتش، زيد تمشي شوية تتلقاها على اليسار دار الثقافة المغاربية ابن خلدون. ديما معكم في استوديو الويكاند.